تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يعيده علينا وإياكم باليمن والبركات، وأن يجعلنا وإياكم في طاعة دائمة، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله، أهنيكم بالعيد السعيد، كل عام وأنتم بخير، عسى يومكم سعيد وتقبل الله طاعتكم إن شاء الله. والله شوق فرحة العيد إن شاء الله، شوق يعني كثيرة والله العظيم، والله يعز الوطن إن شاء الله ويخلينا ملك البلاد إن شاء الله المعظم. أول شيء نحب نهنئ الحكومة الرشيدة مناسبة حلوة عيد الفطر، ونهنئ كل الشعب البحرين والأمة الإسلامية على الشهر الفضيل، والله يتقبل إن شاء الله كل الأعمال الصالحة، ونكون حق الكل إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وعساكم العايدين إن شاء الله.